My friend, why you don't speak with me? حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد حتى نسمع بآرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقامنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة هنا، عندكم ذني الرقمين تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق من داخل الفاو بأي لحظة من لحظات البرنامج، عندكم هاي الرقمين تقدرون تتصلون بها. أما من خارج العراق أيضا تقدرون تتصلون بنا على رقمين ثانيين اللي هم ذني رقمين تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج، فعندكم أربع أرقام للاتصال، وعندنا رقم خامس، هذا الرقم مخصص لرسائل الواتساب، هذا رقم الواتساب غير مخصص للاتصال. نلاحظ وجود الكثير من الاتصالات على رقم الواتساب، لا حد يزعم عندنا إذا تدق على هذا الرقم ما راح نقدر نستقبل اتصالك، هذا الرقم مخصص بس للرسائل، تكتب لنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية، هذا فيديو يبين معاناة الشباب العراقي، الشباب العراقي اللي ما لقى راحة بالبلد، الشباب العراقي اللي ما لقى كهرباء، والشباب العراقي اللي ما لقى مي، واللي ما لقى شغل، اللي ما لقى رواتب، اللي ما لقى حياة كريمة، قام يفكر بألف طريقة وطريقة لهالسبب لجأ إلى دول الشتات. دول الشتات مو من السهولة أن تستقبل لاجئ، وعليه قام يفكر أنه يكون تحت رحمة المهربين. طرق التهريب الغير شرعية بها مآسي كثيرة، من ضمن هاي المآسي الصور اللي شفتوها بالبداية بغابة بليتوانيا، ما بين ليتوانيا وبيلاروسيا أو روسيا البيضاء، جو بارد، قلة أكل، بردانين، ولا هو بيرجع ولا هو بيكمل طريقة. من الممكن أن يكون هذا الشاب اللي ظهر بالصورة ما عنده غير بس المبلغ اللي دفعه حتى يوصل، فما عنده فلوس الرجعة. هاي المشاكل كلها بها هواية أسباب، بس قبل ما ندخل بالأسباب وليش وأنتوا شنو رأيكم بهذا الموضوع، أكو مقطع صغير النشر عن معاناة المهاجرين العراقيين اللي موجودين ووقفات احتجاجية أيضا، خلونا نشوف هاي الوقفة أو نشوف هاي الصور ونرجع. هذا فيديو من داخل ليتوانيا، من داخل الكامب ومن داخل الحجر الصحي. احنا حاليا هذا مو كامب، حجر صحي، هسه حصور لكم اياه لان هواي ناس هادو يشوفوه. عندك هذا مكان هنا لعوائل كليته، هذني حمامات مالتنا، هسه حشوفكم اياها. احنا حاليا بمدرسه، حجرونا بمدرسه 14 يوم، اخذونا مسحات، هذني 2 4 6 7 حمامات، يعني تواليتات هذني، وهاي مال مي الحار، صار يومي عطلانة مال مي الحار. هذني حمامات الباقية ما السبح، هذني اللي حاطينهن، هذني حمامات السبح 14 حمام عددهم. هاي المدرسة اللي احنا قاعدين بيها، هذني حمامات كليتهم، هذا المي مالتنا اللي احنا نشربه، هذا مي الشرب حليب مو مي، شوفه ترسه هيجي حليب بالبداية، بعدين يلا يصفى، ما نعرف هذا كلور، لأن هذا مي مال سقي مال مزارع. هسه شوفكم احنا مكاننا وين، احنا بنص مزرعة ويعني حقول مال زرع حاطينها بقرية، قرية كلش بعيدة. هسه يلا بدا يصفى، وهاي القرية هاي الحاصودة مال الزرع. حياكم الله من جديد. هاي المشاكل كلها اللي دا تظهر هسه للعلن ومعاناة الشباب العراقي، نريد اليوم نحكي شنو الأسباب، ليش، شنو اللي خلاهم يوصلون لهذا الحال، شنو اللي خلى إنه الشاب العراقي يرضى أنه يتعرض إلى 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 هذا الكم من المخاطر. ها
هاي الأسباب كلها شنو يعني شنو هي هاي الأسباب؟ أريد أسمعها من عندكم. أول متصل ويانا أبو وسام من البصرة، حياك الله أبو وسام. أبو وسام تسمعني أبو وسام؟ يبدو أن الاتصال يا أبو وسام انقطع. المشكلة الثانية اللي أريد نفكر بيها هو الشاب ليش دا يهاجر؟ ماكو واحد مرتاح ببلده وعايش وما عنده مشاكل يهاجر، المرتاح ببلده عايش بين أهله وبين ناسه. إذا أكو أسباب بالداخل، منو مسبب هاي الأسباب؟ هل هو الشاب العراقي نفسه أو المواطن العراقي نفسه اللي سبب هاي الأسباب بحيث أنه ضاقت بالدنيا وقام يقول أنا ما أريد أعيش بهذا البلد، أريد أدور بلد أحسن؟ لو أكو مسبب ثاني مثلا حكومة معرفة تدير البلد، أو أكو ضغوطات خارجية ثانية من قبل بعض الشخصيات المتمكنة، أكو شيء دا يأثر عليه، أكو مسببات ثانية، هاي كلها همين أريد نعرفها. والسؤال الأهم، كانوا قبل أكو قبل 2003 مجموعة جزء بسيط من العالم هاجروا، كان سبب الهجرة أنهم يقولون في ذاك الوقت أنه إحنا هربنا من ما يسموها الدكتاتورية. زي ما 2003 المفروض قضت على ما يسموها هم الدكتاتورية وإجا نظام الديمقراطية، ليش زادت الهجرة بالعراق إلى دول أوروبا والخارج والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وغيرها 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 في زمن الديمقراطية؟ هذا الزمن اللي وعدوا به أنه راح تكون الحياة أفضل، هذا الزمن اللي وعدوا به أنه راح تكون الحياة أجمل، هذا الزمن اللي وعدوا به أنه راح يكون المواطن العراقي مرفه وسعيد. فإحنا في زمن الديمقراطية، ليش المواطن العراقي أو الشاب العراقي قام يفكر بالهجرة وبالهجرة الغير شرعية بطرق خطرة عبر بحار أو غابات ويدخلون إلى أماكن هم ما شايفيها وسين وجيم وودي وجيب وينحجر وينحجز مثل ما شفنا الفيديو محجور في مدرسة أو غيرها؟ شنو هاي المسببات؟ ليش اللي خلت المواطن العراقي في هذا الوقت يفكر أنه يطلع وإحنا بال2021؟ أبو علي من أبو غريب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا عم الهجرة من العراق غير البشر يشوف لعيشة عيشة ياكل بها خبز، مثل من يطلع من العراق من ظلمة، هي هذا من العراق. وإذا أتمنى أنا أطلع من العراق حرام عليك، كل العالم تطلع وقبل الانتخابات، لما نيجون للانتخابات يلقونها فارغة. نعم. وصحيحة هاي صحيحة الهجرة من العراق أشرف. نعم. من البقاء بالعراق، العراقي يراد لعيشة، يراد لراحة، بالمثل شو هاي من 2003 إلى هذا اللي طبينا بحكومة وطلعنا من حكومة، طبينا بحكومة وطلعنا من فادينا من عدهم كل شيء، ما استفادينا كفيلك الله. والهجرة من العراق تطلع من العراق، مو بس هذول طلعوا، هذول الدولة طالعين خارج العراق وقبل الانتخابات كلها تطلع. أنا أحكي لك الواقع، لا انتخب فلان بس أنا انتخبه، ولا يصيرني عنصر ولا أصير له عنصر. واحد من العراق أفضل، أنت ما تفرق، أنت ما تفرق من الحكومات ولا هو، ما حد يرجع للعراق، لأن يعني جربناها قبل وقبل 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 ما استفادوا العراقيين من عدها. هسه هل قاعد بالفعل مع البيلاروسيا ما أدري شو اسمها، روسيا البيضاء، أفضل ما أي أفضل ما أشبع برد، أفضل ما أرجع. أنا أحكي لك الواقع، هي هاي حالة العراقيين. نعم. الحكومات كلها جوي ويا الأمريكا، ما جوي هذول رب العالمين مصيهم والحكومة مصيهم قبل على مود يطبون العراق ويفرقون العراق. أنا وبعد أكو هجرة هواية هواية. نعم. والشركات
العالمية هنا بالعراق هي تطلعهم وهي على قولتهم عندهم فلوس دولارات، يعني الشركات هاي بالمصروف أي مكان يقول لك تطلع وصلك لأي دولة حتى لو إسرائيل وصلت ولا خليك بالعراق، وهو يوافق عدة دولارات أفضل صحيح في العراق، لأن يعني بعد العراق الحالة زلت هنا صحيح والله اللي يطلع. أنا أقول له أقول له إذا يطلع من العراق ويقول لي أنا طلعت حتى من عيونه والله العظيم وصحيح، وبعد وبعد بعد الهجرة ورحم الله والديك وجزاك الله ألف خير. شكرا شكرا لك أبو علي. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. سعد انقطع الاتصال ويا الأخ سعد. المشكلة اليوم القضية ما يعني في قضية اللاجئين في ليتوانيا أو على الحدود روسيا البيضاء وليتوانيا، يعني كلها تقول إنه الوضع انقلب بيناتهم بين عشية وضحايا 180 درجة، لدرجة إنه ليتوانيا رجعت اللاجئين العراقيين إلى روسيا البيضاء، الحكومة العراقية وقفت الرحلات الجوية ويا مينسك، وأكو مشاكل هواية. لكن المشكلة مثلا إشارة قناة الرافدين مثلا أنه بتقرير لها أن الحكومة العراقية ما تفكر ليش الشباب العراقي دي هاجر، ما تفكر في جذور المشكلة اللي دا تصير بالعراق بحيث دا تخلي أو تجبر المواطن العراقي أن يهاجر. طالما الكبرى قناة تلفزيونية ثانية أوروبية طلعت وقالت أنه سوينا لقاء ويا المهاجرين الموجودين على حدود روسيا البيضاء وقالوا إذا ليتوانيا رفضتنا أو أي بلد ثاني رفضنا إحنا ما راح نرجع، احنا راح ندور اللجوء بغير مكان. هم نرجع ونسأل نفس السؤال، ليش العراق؟ هل هو فقير بحيث انه المواطن دي يشوف العراق فقير جدا وما بي لازم يطلع؟ لعد مليارات العراق وين؟ الميزانية الانفجارية وغيرها وغيرها، ليش دا تجبر الناس وتجبر المواطن انه يطلع ويهاجر بهاي الصورة ونشوفها بهالصورة المؤلمة، قاعد بين الأشجار ويرجف من البرد. مو بس ذولا، قبلهم أكو آلاف هاجروا وبيهم اللي راح وبيهم اللي رجع. أبو علي من المدائن ويانا حياك الله أبو علي. الله محييك، السلام عليكم. عليكم السلام. لا الكريمة المجاهدة البطلة صوت الحق صوت الفقراء. حياك الله اخوي حبيب قلبي استاذ رفل. نعم. الشعب العراقي ليش قام يهاجر من العراق؟ نعم. الامان. نعم. شو الامان؟ الشعب العراقي من فتح عينه على 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 بالوطن ماله، لا تعليم لا خدمات لا امان، ليش يطلع؟ حدا من اليوم توفاه هو يطلع خارج البلد؟ وانا هسه لا يزال عندي فلوس والله لا اترك هذا البلد. ملينا والله ملينا. نعم. كل اللي شفناه طائفيه كثير اغتيالات فتره كهرباء ماكو حصه ماكو شنو اللي غلط بالبلد؟ نعم. اعطيني وحده ذني الدولة العراقية من البيت لي بس هاي بيد بيد سراق بيد حرامية. أكبر دمار البلد هي إيران. نعم. آخر إيران دمرت العراق من الشمال إلى الجنوب يا أستاذ رفل، وبعد راح يدمر العراق إذا السنة أحسن والله عليكم الشعب للجد بالشوارع. وهاي الطبقة السياسية الفاشلة بدون استثناء ذولا حرامات يبقون بالصدر والله لا يجي يوم والله لا ينسحب أقسم لك بالله. شعب العراق ساكت بس ردفتهم، يعني هاي الاشتولات اللي ظل بهاي الحكومات ليه تاكتر جاي يشوف المقابلك حرام وسارق وقاتل وحرامات
وناس ابريانا ما بالسجون. استهلاك الشعب العراقي. وين الغيره؟ الغيره للنخوه. والله يا استاذ رفل اذا مو تفاهه شمال الى جنوب ضد ذول الفاسدين والحراميه هذا الشعب اغسل ايدك منه. نعم. اسم استاذ رفل بالسجون. اسم الثاني طلع خارج العراق. جماعيه. شغل البلد. وانا اشكرك واشكر اللي دفع المجتمع. شكرا 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 لك اخوي ابو علي. السؤال اللي ينطرح هنا بهاي القضيه يعني اموال الفساد المليارية اللي انهبت من 2003 لليوم، يعني اكو ارقام تقول ان هي اكثر من 1,000 مليار دولار. هاي الاموال ما كانت كافيه انه توفر فرص عمل للشباب العراقي، توفر لهم حياه كريمه، توفر لهم سعاده في بلدهم بحيث ما يفكرون انه يطلعون من هذا البلد ويفكرون شلون يبنون البلد ويعمرون هذا البلد ويسعدون هذا البلد وابناء البلد بالمستقبل. هاي الاموال لعد من راحت وانهبت، وين راحت والمن راحت؟ عطوان من بغداد حياك الله يا عطوان. عليكم استاذ شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بيك الغالي. بسم الله وجهك. أنا مرة دائما أخابركم وأنا عطوان أبرد. والنعم. درهم واحد ما أملك بالبلد وعمري 60 سنة قاعد بريش في المخرج للرعاية مجدودة. فاليوم خابرت الأستاذ محمد. نعم. قال لي شلون تهاجر الإسرائيل؟ قلت له والله أريد أهاجر الإسرائيل. قال هم يحاجرون تبقى بالبلد. قال لي أنا أبقى بالبلد. هم يهاجرون لين ما اجوا يرجعون. زين انا شنو مصيري بالعراق؟ عدة من جهال ويعني منتي يعني الوزن يسمعني. والله اريد اهاجر هسه يجيني واحد انا وجهالي اهاجر دينار واحد ما عندي بالبلد هذا. زين وانا ما اخاف. زين والله على الله ابوس ايده ورجليه بس يجيني اسرائيل. اقل لا يطلبون راتب ياخذون من النفط يطول هسه واحد بالسويد بالنفط يطول بالسويد واحد ياخذون من عندنا من النفط يطول رواتب احنا كل شيء ما عندنا هسه درهم واحد ما عندي والله يعني مش كريم لا يا استاذ الله يحفظك هسه استاذ محمد خطيره يعني راح بيا قال هم يهاجرون وانت تهاجر غصبون على ابهاتهم هم يهاجرون انت تبقى بلدك يابا هذا انا مو بلدي ما عندي درهم بي وقاعد بالايجار شنو مصيري ما اعرف والله يعني الدوله الكبرى ما تعرف لي شنو المصير وفي الحياه الاجتماعيه بيهم الوزير ذاك اليوم الوزير عشرت اعتبار ابو شايب بالقران استاذ والله مش بكتها صوتي توصلوا للرعايه شو يودوني اسرائيل اسرائيل الله شاهد بالقران بالقران وما خاف والله باي دوله نعم يجي ايجار انت مقلول يجي فلوس حد مقلول لقمه الخبز حصره عليك ما يصير واد بس ننتهي يا ابو عايشين بقدره الله سبحانه وتعالى موت بطيء يا استاذ والله واستاذ محمد سلمنا عليه تحتنا الاستهاجر الاسرائيلي نعم زين احنا اندمرنا بهذا وانا 15 سنين حرب ايران واللي حارب حرب ايران يذلوه انا جبت من ايران غير اخلوني عسكري مكلفوني 10 سنوات خدمت البلد وديني واحد بالبلد اذا هو شاهد يعني باكيت جيجار ما عندي اشتري يا شاء الله يعني اشكرك واشكر الاذاعه مالتكم شكرا 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 لك اخ عطوان ابو سجاد من الناصريه حياك الله ابو سجاد السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام تفضل يا غالي انقطع الاتصال يا ابو سجاد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يعني اكد تعرض المهاجرين العراقيين في بيلاروسيا اي روسيا البيضاء لانتهاكات عديده في ظل ظروف غير انسانيه وذلك بعد مقتل مهاجر عراقي في بلده حدوديه مع ليتوانيا المركز لفت انه الموت والاضطهاد والاغتيال على يد الميليشيات واجهزه الامن الحكوميه بالعراق التي تمارس
التي تمارس التعذيب داخل مراكز الاحتجاز هو اللي دفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، وأضاف أنه طرد المهاجرين والاعتداء عليهم يعد ازدواجية في المعايير الدولية ويخالف جميع القوانين الدولية. موقع فرانس 24 يقول رغم امتلاك العراق ثروات هائلة ومن ضمنها ثروة نفطية كبيرة جدا، لكن العراق ما بعد يتخبط بمشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة خلت الشارع ينتفض على مسؤوليه مرارا خلال تظاهرات شعبية حاشدة. ومن بين الأسباب اللي جعلت الرافدين في ذيل الترتيب في مجال النمو ظاهرة الفساد اللي انتشرت في جميع مفاصل الدولة. بحسب لجنة النزاهة البرلمانية تهريب 350 مليار دولار خلال 17 سنة. هذني مو اللي ما ينعرفن وين راحن، اكو تهريب راحن الغير مكان، هاي هم يقولون. هرب من العراق 350 مليار دولار، منها املاك كانت قد اشترتها الحكومة العراقية في زمن النظام السابق في دول الخارج. استولت على هاي الاملاك قوات نافذة وراحت تستثمرها بطرق غير رسمية لتحقق ارباح طائلة، وكان العراق منشغل بمشاكل السياسية والأمنية حسب تحليل الصحفيين، استثمارات وعقود وهمية، إيران اللي حولت العراق إلى بؤرة غسيل أموال. هذا تقرير متكامل عن ما يحصل بالعراق اليوم. موقع الجزيرة مثلا نشر تقرير ثاني يقول العراق بلد غني جدا بالثروات الطبيعية، بتقريبا 15% من الاحتياط العالمي للنفط، 9% من الفوسفات، فضلا عن موارد ثمينة أخرى، فضلا عن موارد ومعادن لا يمتلكها إلا العراق. يقول لكن معظم ثروات العراق التقرير لم يتم استثمارها بسبب الفساد وسنوات الحروب والصراعات وسط دعوات لتفعيل استغلال الموارد وإنعاش الاقتصاد العراقي. اليوم نسبة الفقر بالعراق كبيرة جدا، يعني تقريبا من 40 مليون ده نحكي على 10 مليون وأكثر، 10 مليون تحت خط الفقر، 10 مليون اللي يوميته دولار او اقل. انت تتكلم عن طبقه معدومه، طبقه معدومه تعد ربع الشعب، وعندك طبقتين ثانيه خلينا نقول نسبه بسيطه جدا من الاثرياء، والبقيه طبقه الوسط. هاي كلها الافرازات اللي صارت اليوم، هاي افرازات ما بعد 2003. يعني معقولة بلد مثل العراق بثروات العراق بغنى العراق شبابه يهاجر حاله حال اي بلد فقير؟ اكو هواية بلدان فقيرة، هواية هواية بلدان فقيرة بالعالم، بس ابنائها ما يهاجرون ولا يطلعون بهجرة غير شرعية. اكو هواية بلدان ما عندها ربع الخيرات اللي موجودة بالعراق بس متنعمين ببلدان. ابو ايسر تركيا، حياك الله يا ابو ايسر. شلونك استاذ؟ هلا بيك يا الغالي. بالنسبة لتركيا تعرفها انت، يعني ما تجي للعراق قد الشعرة بالنسبة للخيرات اللي موجودة بالعراق. نعم، بس تباوع انه خدمة فول، الشعب كله مرتاح وماكو انسان ما عنده سكن، ماكو إنسان ما عنده راتب، ماكو إنسان يعني عايشين بفخر واعتزاز وأي ظلم ماكو. نعم. وإحنا جماعتنا كل هاي الخيرات يجيبون ويسرقون بيها، والنازحين نشوف هنا في تركيا بغير دول بالعالم، يعني الجد جداوة مقدمة حتى لجوء في سبيل تحصل على تشم ليرة، ها مو دولار. نعم. يعني لجوء مقدم ده يحصل له 100 ليره 150 ليره بالشهر، ها. نعم. زين، يعني شنو من اسلام؟ شنو انتم من حشاك ارذال؟ يعني شعبكم كله مهجر، ايش تنتظرون؟ ايش وقت راح تبنون البلد؟ ما اعرف اني انت شنو بالنسبه لايران؟ ايران شنو شو تسويكم؟ يعني ترضعكم؟ بلد منهار وانتم مكلبين بايران، كل اقتصاد العراق اللي يروح لإيران على شنو؟ على أي شنو؟ ما أعرف. نعم. إيه. فأنت إيش تنتظر من هيك سفلة يعني؟ نعم. يعني والله أكو حكي هواي بس استوني جيت تعبان.
استصعدت البيت وتعذرني يعني. نعم نعم نعم، شكرا شكرا جزيلا لك ابو ايسر. نرجع ونقول يعني ذول السياسيين اللي جاوا بال 2003 اللي واحدهم ما يملك شيء بالعراق او اللي كان يشتغل في مهن، بعض السياسيين انعرفت مهنته في دول المجر واصبحوا سياسيين والان يملكون ما يملكون، اللي يملك قناه واللي يملك فنادق واللي يملك بنوك واللي يملك فلل وعقارات في دول الخارج، اللي فاتح مشاريع استثماريه كبيره في دول الخارج ويفيد الدول. بالمقابل بلده يعتبر من افقر البلدان، واليوم حسب منظمه الشفافيه العالميه العراق مركز 160 عالميا، يعني في قعر القائمه. السبب لانه اكو فساد بالبلد. فذول السياسيين اللي جوي مثل ما يقولون الشعب العراقي باق وكون الثروه، واولادهم يتمتعون هسه بثروات هي ملك الشعب العراقي. هل يعقل انه هاي الثروات تروح الى شخص او اثنين او ثلاثه، او كم يكون العدد؟ هو جزء بسيط من عدد نسمات العراق وابناء الشعب العراقي والشباب بالذات اللي هم لبنه المستقبل، يفكرون بالهجره بطريقه غير شرعيه الى دول الخارج ويعاملون بطريقه غير انسانيه مثل ما شفنا بالفيديوهات بليتوانيا. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم استاذ فهد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه لموضوعكم المهجرين اللي يعني الناس اللي تهجرت من البلد يعني اكو عده ناس عندها مشاكل، يعني مثلا الموضوع الملف الامني والظلم الموجود بالقضاء العراقي وحتى بالوزاره الداخليه والدفاع لهم ضلع والاجهزه الامنيه اللي حقا هي المفروض يسموها اجهزه قمعيه. نعم. يعني ينطبق عليه هذا القول، يعني اغلب الناس اللي النظام السابق من طيارين وبعثيين واطباء وغيره كلها هاي صار ضغط عليها امني. يعني نعم. التقارير والمخبر السري الى ضلع بهذا الموضوع. فالحكومه اللي شكلت بعد 2003 ولحد الان هي جايه لتدمير العراق اقتصاديا، سياسيا، ماكو سياده، ماكو امن. تدمير البنية التحتية، تهجيرة طائفية اللي هم يجم بيها، لأن احنا سابقا ما كان الشعب يعني يعرف الطائفية، لا سنة ولا شيعة ولا أكراد، كنا دم واحد العراقيين. لكن هاي الحكومة يعني سلبياتها هسه نظل نحكي بيها ساعات ما نخلص من سلبيات هاي الحكومة، حكومة حزب الدعوة وحكومة حزب الدعوة. فتم تهجير الطبقات يعني من شهادات عليا، من أساتذة، من دكاترة، من طيارين، من ضباط في الجيش السابق، تم تهجيرهم من قبل كتاب التقرير في سبيل يصير اسمه بالحاسبة ويصير ضغط عليه ويهاجر إلى خارج العراق. ليش احنا مو هذا البلد؟ يعني بلد الكل المفروض يحتووه مثل أخوتنا الأكراد، عفى الله عما سلف، وهم كان عندهم بعثيين وفرسان عندهم وعدهم أشكال بالأجهزة الأمنية، وعفى الله عما سلف، واتجههم اتجاه إلى بناء إقليم كردستان. بس يعني احنا موضوع حلقتنا اليوم عن الهجرة غير شرعية إلى دول الخارج أوروبا وغيرها. عفوا لا يعني كلامك صحيح 100%، وأيضا المواطن أو الشاب العراقي قام ما يرتاح بالبلد ويفكر يطلع برا. ليش استاذ أسل؟ احنا اللي هاجر إلى عمان وإلى الخليج أو تركيا أو حتى إلى أربيل مجبر، او حتى اللي راح من الاتحاد الاوروبي، هاي كلها نفس السياق. تم الضغط عليهم. الشاب العراقي من يتخرج وما يلقى فرصه عمل ويشوف الوضع الامني مزري وقتل على الهويه وغيره، بالتاكيد راح يهاجر الى الوطن العربي، اي دوله عربيه، او يهاجر الى اوروبا. وهذول كلهم شهادات واكفاء وقادرين يعني على ان الدوله تستغلهم في بناء البلد. لكن هي الدوله تريد تفرغ الناس الوطنيين والناس اللي يحبون بلدهم. وتشوف اغلب اللي هاجرهم خارج العراق او الاتحاد الاوروبي او الوطن العربي، تشوفهم ناس كلهم محبين للوطن، ناس عندهم شهادات، ناس ابناء عوائل، بقم منو؟ بقم هذول يريدون هم يبقون، مثل الميليشيات والحشد وهذول الاجهزه القمعيه مالت حزب الدعوه، كل الوزارات، هم هذول مستفيدين من الحكومه، رواتب عاليه، مو الكل، اكو ناس رايحه على مود الراتب بدون اذيه، لكن الاغلبيه مؤذين. مؤذين واحنا شفناهم لا قادرين على حمايه البلد ولا قادرين على مسك ملف الامني للحفاظ على ارواح الناس.
مثل هاي التفجيرات والخطف والقتل اللي قوم بها الحشد والناس ما تقدر تحكي وياه. الناس هاجرت من الضيم ويحسون ان البلد اصبح مو بلدهم. كل العراقيين الشرفاء اللي هاجروا من الاتحاد الاوروبي او اي دوله كانت يحسون ان البلد مو بلدهم ومعرضين للقتل. ناس مضطهده، ماكو لا حقوق انسان ولا منظمات مجتمع مدني تقدر توصل الاصوات الى منظمات عالميه في سبيل يعني يصير فد اجراء دولي. يعني حتى الجامعه العربيه ومجلس الامن والامم المتحده كلهم متغاضين على ما يجري بالعراق. مئات الاعداد يوميا، قبل فتره باحداث 2013 و14 يوميه فد 100-150 قتيل على مال من والطائفيه اللي كان يقودها مقتدى صدر، اللي هي اكثر فتره نزوح الى خارج العراق هي فتره مقتدى صدر من مسك الشارع ومسك الملف الامني وفجر المراقد في سامراء في سبيل يشعل نار الفتنه، وهي هاي بدايه طبعا تم قتل الناس. الناس خافت، اكو ناس يعني الاب والام ما هاجرهم، يهجرون بس اولادهم الشباب. ليش؟ خوفا عليهم من سطوه الميليشيات اللي يقودها مقتدى الصدر ويقودها ابو عزرائيل وابو درع وهاي الاشكال اللي بالطائفيه برزت. يعني الناس هاجرت من الخوف، تحس ان الدوله هاي دوله صدق عميله والدوله جاي تشتغل باجندات خارجيه، مثل المشروع الفارسي جاي يطبقونه يريد يدمرون العروبه بالعراق. فما يهمهم حاليا، قبل نقول بس على السنه، لكن الان اكتشفوا اخواننا الشيعة في جنوب العراق ان الهدف مو بس السنه من هاي الاسلحه اللي يحملها الحشد، الهدف هو كل عراقي عربي شريف سواء كان سني او شيعي او كردي، يريدون يفرغون الساحه من الشباب ومن الناس في سبيل تبقى بس الهم والاعوانهم والذيول اللي يأيدون هذا المشروع الصفوي. نعم، شكرا لك اخ صباح. ابو حسن من بغداد، حياك الله يا ابو حسن. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. الله يحفظك يا ابو، الله يبارك فيك. اخي افل، هاي كلها هي عماله، هذول انا قايله مئات المرات، هذول مو عراقيين. نعم. عملاء غاضهم تهجير العراق وتدميره وجعله تعبان دائما، يعني كل اقتصاده تعبوه. فهذول هي العماله، يعني خليك تعيش حياه مزريه ومتعبه مذله مهانه بكل الظروف، بالمعيشه بالحياه حتى بنومتك. فهم هاي عماله، يعني اذا اخويا صباح خوش حكي قال لك عملاء، هم ذول عملاء مو عراقيين، يهجرون الناس شباب، يعني ودي متهجر 100% عنده شهاده، دارس تعبان على نفسه، غير لازم يعني يتوظف يبني بلد، هم ما يدون يبنون بلد، يدون يدمروه. ولذلك هاي الهجره انا ولو ما انصح بيها، بس اكو ناس مجبره، يعني مجبره تروح، بس والله انا ما اشجع بها الهجره، لان تخلي هاي الفرس هم رايدين الشيء هذا، وبمساعده الامريكان. لا حد يقول لك عداوه بين الامريكان وايران، كذب، هاي كلها كذب، كلها متسلطه علينا ومتفقه علينا، حتى بعض الدول العربيه كلها متفقه علينا في سبيل تهجر الشباب وتخلي البلد في ظلام مو بعلم. يعني هسه لما الشاب بدايته يدرس يتعلم يوصل يعني يصير يبني بلد، يعني اكو ناس مهندسين بنوا، اكو ضباط دافعوا عن البلد، اكو ناس اطباء عالجوا الناس، ما يردون علاج لاولاد البشر ولا بناء ولا اي شيء. ولذلك هو هاي العماله، يعني النظام السابق ليش حارب هاي العماله هاي في سبيل المسجد؟ كان من قبل الثمانينات يصير بنا الشيء هذا، بس عندنا حكومه قويه عراقيه صرفه حقيقيه دافعت عن البلد. يعني هسه الحدود اي واحد يقدر يطب، اشو ما شاء الله المخدرات، العراق بعيد عن المخدرات، الناس هسه الشباب اكثرتها، يعني ما اقول اكثرتها بنسبه ضئيله على المخدرات. ليش؟ هم يدمرون دمار الشباب العراقي، خلوه مهجر بدون وعي، ما يعرف شو يسوي. فهي هاي العماله اخي افل. نعم. بس ان شاء الله دين الله باقي، يعني كل هذول ينمسحون ان شاء الله. نعم، شكرا لك ابو حسن. يعني لما نسال اسئله ليش المواطن العراقي ده يهاجر، مثلا اذا نريد نقارن العراق باي دوله، مثلا دول الخليج، خلينا نقول الامارات مثلا، فاليوم شفنا امارات يريد يهاجر الى دول الخارج او يفكر انه يهاجر الى دول الخارج؟ لا طبعا. بالمقابل اكو عراقيين ده يفكرون وهاجروا. زين، هل تمتلك الامارات نفس ما يمتلك العراق من خيرات بارضه؟ النفط مثلا اكتشف بالامارات بال66،
هم كانوا صيد سمك ويتاجرون باللؤلؤ، بس لما اكتشفوا النفط بلشوا يفكرون بمشاريع. ارض صحراء ما بها الامكانيه اللي موجوده بالعراق من قاع وتربه زراعه وخيرات وفوسفات ومعادن و و و مليان العراق من شماله الى جنوبه مليان خيرات. يمتلك الخليج لؤلؤ مثلا واسماك ونفط، بس فكروا شلون يبنون. ولما جو يردون يبنون المدينه واجهتهم انه القاع ما تسمح، انه يبنون بها ابراج، ما تسمح انه القاع انه تتطور. قاموا يفكرون بطريقه شلون يستغلون تربتهم وبنوا وسووا الامارات ودبي مثلا اللي هي اصبحت وجهه للعالم كله. كل العالم دا يشوف دبي شلون صارت من اجمل مدن العالم حاليا. بالمقابل انت في بلد يعني اليوم دبي بعد ما بنوها اصبحت بالاضافه الى النفط اللي هي تستفاد منه عندها سياحه، سياحه هم مورد مالي تستخدمه الدوله الى ابناء بلدها. غير هيك ابناء الامارات مرفهين. اليوم انت بالعراق عندك معادن، عندك ثروات، عندك خيرات، عندك نفط، عندك غاز، عندك زئبق، عندك بلاوي من الخيرات موجوده في ارض العراق. وحكومه عندك المفروض عندها اموال تبني بها مو العراق، تبني بها العراق والوطن العربي والزود. المفروض الاموال اللي انصرفت او اللي انباقت او اللي تهربت يتمتع بها ابن العراق. المفروض اليوم المواطن العراقي من اغنى شباب العالم. المفروض اليوم المواطن العراقي على الميزانيات الانفجاريه سمعناها ما يفكر يشتغل، يفكر شلون يسافر شلون يرفه نفسه، يسافر يروح سفره يتونس مو يطلع هجره غير شرعيه. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم شو استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي. استاذ افل، بالنسبه للوضع العراقي والمأساه العراقيه، نعم، هاي ما تنتهي. وجود هذه الطبقه السياسيه اللي هي دخيله على السياسه. نعم. احنا لو عندنا سياسيين وعندنا ناس اصحاب خبره ومهنه يعني يقودون البلد وعندهم اختصاص، والله ما كان العراق اليوم يعني على حدود ليتوانيا. ويعني احنا شفناهم بالتلفزيون يعني شلون يرجفون من البلد. يا يعني اقول يا حساف العراقي هيك صراحه، غير يعني يا حساف ادري بلد فقير، بلد يعني مقدراته قليلة. يا أخي ما يصير، والله ما يصير. يعني هذه جريمة اعتبرها بحق العراقيين. ما يصير العراق مو 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 إنسان مو مو إنسان فقير ولا بلد فقير. يعني بعد رب العالمين الشطين أكثر من هذا. يعني كل خيرات، كل الخيرات موجودة بهذا البلد. لكنه يا حسافة والله العلي العظيم على البلد اللي تقوده هيك طبقة سياسية ما عندها اي اختصاص وما عندها اي خبره لقياده الشعب. وهي تفضل المنازعات والصراعات بيناتهم. يعني قبل كم يوم احنا سمعنا وسمعت الاستاذ افل بانه يعني اللي يتسيدون الوضع العراقي يتخاطبون بيناتهم بالشتائم وبالسباب، اللي يعني والله العلي العظيم اللي ابسط انسان يصلح يطلق هيك كلمات. تفضل مثل هيك ناس تقود هذا البلد، يعني وين توصل به الى مرحله الحضيض مع كل الاسف. وهذا اللي جاي ندفع ثمنه يا استاذ افل مع كل الاسف. تحيات لك يا استاذ افل. شكرا، شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو صلاح من الانبار، حياك الله يا ابو صلاح. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا الصراحه يعني انا بحب المجتمع. يعني ابو صلاح، ابو صلاح تسمعني؟ يبدو ان انقطع الاتصال يا ابو صلاح. يعني هذا البلد اللي بهاي الخيرات وبهاي المقدرات وبكل هذه الاموال
معقول شو يعني اخ عبد الرزاق يقول شفنا الشباب بليتوانيا شلون يرجفون من البرد وقال كلمه يا حسافه ابناء الشعب العراقي، احنا شفناهم من وصلوا لتوانيا، الله لي يعلم شافوا اهوال حد ما وصلوا لتوانيا، لان هو ما عبر بطريقه رسميه بحيث انه ركب طياره ونزل. احنا بدنا نحكي على فكره هجره غير شرعيه، الله يعينه. شنو اللي خلاه يوصل لهالحال بحيث قام يفكر بهذا الطريق؟ مخاطره اكثر من محاسنه. شنو اللي سبب اللي خلى المواطن العراقي موقع الجزيرة نت نشر تقرير بأرقام عن الفقر بالعراق؟ يعني محافظات الجنوب تتصدر معدلات الفقر، مقدمتها محافظة المثنى بنسبة 52%، يعني نص تعداد المثنى وأكثر، وراها الديوانية ب 49، ذي قار ب 48، تأتي المحافظات بنسب مختلفة، وأن نسبة الفقر وصلت إلى 40% كمعدل عام في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى بحكم تأثرها بظروف الحرب على تنظيم الدولة وما نتج عنها من تهجير وخراب. احنا دا نحكي عن أرقام كبيرة مو صغيرة. الدول كلها تفكر بأبناء شعبها، كل الدول عندها خطط انه انا بالمستقبل شو اسوي، لانه انا بالمستقبل انه عندنا زياده في عدد السكان، عندنا مشاريع مستقبليه، عندنا هاي المشاريع تنضرب ويا الزياده بعدد السكان فيكون الشعب مرتاح. كل دول العالم عندها هاي الخطط المستقبليه، بس احنا نتفاجئ بتقارير يقول لك بال 2035 نسبه عجز الماء 10 مليار متر مكعب. ابو صلاح من الانبار رجع ويانا، حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ انا كنت اسمعك، انت تسمعني. اسمعك. الحل انا استاذ الحل بان الدوله توفر مشاريع، مو تبني مشاريع نفسها. تجيب ابن عمه يشتغل وابن فلان يشتغل، كان قليل. انا راح احكي على قليل، كان الدوله موفره مشاريع يا اسطى. الدوله ما نفر مشاريع الشام، الشام يروح التهمه بسيطه مشاكله يطلع ميت بالسكن، تبي ما يهزم يا اسطى، تبي ما يهزم. الدوله لا توفر مشاريع، لا توفر كهرباء، لا توفر مي، لا توفر المرض منتشر بالامر ومحافظه العراق غير عن الدوله حاضرها، يعني لو حضرت تجوال لا مرحبا. المواطن هذه عم سبرانه، والله سبرانه، لو بدينا ممكن نهزم. شكرا 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 جزيلا لك. حول الثروات العراقيه المهدوره، اكو نفس الجزيره نت بتقرير نشرت الى احد الخبراء الاقتصاديين يقول فلنفرض انه 4 مليون برميل من النفط لا تقل عن 100 مليار. يقول إذا افترضنا أنه نصف هذا الإنتاج تحول إلى صناعات بتروكيميائية واللي قيمها 10 أضعاف النفط الخام، معنى ذلك إضافة نص تريليون دولار. يقول أما إذا استفادينا من الموارد الأخرى مثل الكبريت والفوسفات والحديد والزئبق، يقول إذا شغلنا 15% من الناتج المحلي نقدر نضيف للخزينة 150 مليار دولار. يقول أما إذا شغلنا قيمة القطاع الاستخراج بالعراق هاي عندك 800 مليار دولار. أرقام مهولة. الزراعة والسياحة يقول إذا اشتغلت كافة طاقتها عندك 300 مليار دولار سنويا إضافة إلى الخدمات. واليوم العراق هو ما يستغل غير بس النفط، 90% من إيرادات الدولة هي النفط، وعندك
الواردات الأخرى اللي هي الهامشية مثل ضرائب وإيرادات جمركية واتصالات ومواصلات. قبل ما أختم على السريع رسالة الواتساب أقرأها. السلام عليكم القناة البطلة. أخي أقول الشباب بالخارج يا أخوان قوموا مع الشباب المتظاهرين وخلينا نطلعهم دولة من العراق في مزبلة التاريخ إن شاء الله، أيامهم قربت بعزم شهر المحرم. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، تم تهديد الناشط حسان أبو كوثر من قبل مرافق قائد الشرطة سعد حربية وتم اقتحام منزله من ميليشيات التيار الصدري وقوات سوات للمرة الخامسة على التوالي. وآخر رسالة يا حكومة ارحمونا، ارحموا أولادنا السجناء بعفو عام، مرحمة المخلص ثلث المخلص ثلث حكمه نص حكمه طلعوه، هو اليوم عند السجن بسنة، عند السجين بسنة الخاطر أمهاتهم وأطفالهم، والله تعبنا الخاطر، الله رحمونا وطلعوا ولود أولادنا من السجون. مشاهدينا الكرام، المواطن العراقي اليوم يعيش بشتات بالداخل، إضافة إلى ذلك قام يفكر يطلع برا وده يعيش بشتات بالخارج، وعنده مشاكل بالداخل وعنده مشاكل بالخارج. السبب هو كله وين؟ راح نرجع إلى الفساد اللي ضيع العراق والعراقيين. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الحلقة بموعد جديد إن شاء الله باكر. في أمان الله.